صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان السكن للزوجة فهل يبقى الزوج في السكن بعد الطلاق؟ إذا هو ما طلقه ما له سكن عليها، سكن لها هي عليه، فهي لا ليس لها ليس عليها أن تسكن الزوج إلا بمعروف منها، إذا أخرجته يخرج. نعم، حتى ولو كانت في عصمة، إذا كان ساكن من بيتها وبلا تطلع يخرج، ما يسكن غصب عليها. نعم.